بسم الله. دلوقتي واحنا شغالين على ملف الكوبي عشان نصدره، باجي هنا بروجكت سيت اب، ببدأ أعمل الإعدادات، وبعد كده بقول له أنا عايز أعمل سبريد شيت زي ما شوفنا في الفيديوهات بتاعت ديم أريبيا. طب لو أنا عايز أحدد إيه العناصر اللي أنا هصدرها أقول له سيلكت، وأبدأ أشوف إيه الحاجات اللي أنا عايزها فأعمل عليها سيلكت، والحاجات اللي أنا مش محتاجها في جدول الإكسل فأعمل عليها أن سيلكت. لو بتطلع لي القايمة بالشكل دوت، فممكن مثلا الاير تيرمينال اللي انت مش محتاجه مثلا، تمام، او ممكن في بعض العناصر اللي انت مش محتاجها تقدر تدوس على العمليات، او ممكن تقول له اكسباند اول فيبدأ يفرد لك الحاجات. تبدأ انت بقى تختار ايه العناصر اللي انت محتاجها وايه العناصر اللي انت مش محتاجها. مثلا السيلينج، هل السيلينج انت محتاجه في الفاسيلتي مانجمنت؟ غالبا لا. الدور ممكن تحتاجه، ممكن يكون في حاجة كهربائية مثلا، تبدأ تحلل مع الحاجة اللي أنت محتاجها. فيكس بالضغط غالبا لأ. الفرنتشر ممكن، اللايتنج. فالعناصر ديت لو أنت حددتهم كلهم وقلت أنا محتاج كل العناصر، ممكن داتا كتيرة ما يبقاش ليها أي قيمة، وبالعكس يعني تشتت الواحد. الواحد لازم يتفق مع الفاسيلتي مانجمنت إيه العناصر اللي هو